ونختم اخبار الزمالك. وضع الجهاز الفني للفريق بقياده معتمد جمال برنامج تدريبي اضافي للثلاثي احمد سيد زيزو وناصر منسي والبنيني سامسون اكينولا في ختام ران امبارح يوم الاحد، وادى الثلاثي تدريبات خاصه بعد انتهاء التقسيمه الفنيه بالتسديد على المرمى. كان واقف المرمى معاذ علاء الحارس الشاب من بعض الزوايا المختلفه في الملعب، ومن خلال تلقي الكرات العرضيه من حاتم سكر، وايضا حرص معتمد جمال القائم باعمال المدير الفني للفريق واحمد مجدي المدرب المساعد على متابعه الفقره الخاصه بالثلاثي.